أنا بقالي حوالي يمكن مش عارفة، بقالي كتير قوي ما غنيتش في المنطقة الجميلة الرائعة دي اللي احنا فيها النهاردة، في الساحل الشمالي المصري. والحقيقة مبسوطة قوي لأنه ده من أجمل المناطق اللي أنا بحب أعيش فيها وأحب أكون موجودة فيها. وحضوركم النهاردة زود المنطقة جمال وزود العالمين جمال، وأنا ببارك لمصر على العالمين الجديدة، وببارك لنفسي أنا كمصرية على الجمال اللي احنا شايفينه النهاردة اللي زاد بحضوركم. الحقيقة بشكركم جداً على حضوركم، نورتوني ووحشتوني على فكرة جداً، وبعدني قوي عنكم، يعني كان نفسي أقرب شوية. عايز أسلم عليكم واحد واحد. نورتونا